نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فقد وصل بنا المقام إلى نقطة ومسألة جديدة، وهي سابعاً الكفر الأكبر أنواع وأقسام. وهذا التقسيم إخواني في الله لأهل العلم عرف بالصبر، ومعنى الصبر التتبع للنصوص وما ورد فيها. فظهر معهم أنه خمسة، وليس معنى ذلك عندما تسمع أنه خمسة لا يمكن أن يكون سبعة أو تسعة، لا إشكال في العدد، فكما يقول علماء الأصول العدد لا مفهوم له، ولكن العبرة الثمرة والمعاني المرتبطة بهذه التقسيمات، وليس هو حصر برقم معين. فبالتالي إن قرأت سادسا بمعنى قرأت أنه ستة أو سبعة فهذا لا إشكال فيه، إذا كان يلتقي مع نفس المعاني، وقد يكون المعنى الواحد يقبل التقسيم. أما من ذكره أنه خمسة فهو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، حيث قال: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع، وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع. فبالتالي لابد الآن، وأريد منكم الانتباه حتى نحاول أن نطبق هذه الأنواع في زماننا، وحتى نبقى فاهمين أن هذه العلوم ليست نظرية بحت بل لها واقع عملي. فنستمع ودققوا، وأريد منكم التمثيل في زماننا. اقرأ النوع الأول. النوع الأول كفر التكذيب، فهو اعتقاد كذب الرسل. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. إذن كفر التكذيب هو النوع الأول، وهو اعتقاد كذب الرسل. من يضرب لنا في واقعنا مثالا على كفر التكذيب؟ من يضرب لنا مثالا على كفر التكذيب؟ تفضل. نريد مثال مش مسمى، نريد مثالا. تفضل انت نفسك، نفس الشاب. مثلا اوضح من هيك، أوضح أوضح. النبي لم يأتي بالصالح، يهود النصارى يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا سهل يا جماعة، فكرت الكل راح يعرف. النصراني بقول لك ما في محمد صلى الله عليه وسلم، اليهودي بقول لك محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، بل بعض من طمس الله قلبه في هذا الزمان يتجرأ ويخرج في الفضائيات ويقول: أنا أقول محمد صلى الله عليه وسلم مفكر، أنه مفكر وعبقري، لكني لا أقول أنه رسول من عند الله. هذا ماذا؟ هذا كفر أكبر، كفر تكذيب. لكن سوف يأتي معنا بعد قليل ما يسمى بالشروط والموانع، ضوابط. لا نستعجل، نحن الآن مع الكفر الأكبر. اثنين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويتصف بما يلي صاحبه: أولا مصدق ومقر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عن الكفار: فإنهم لا يكذبون
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثانياً، ليس عنده إذعان واستسلام وانقياد ولا قبول. إذن انظر، كفر الإباء والاستكبار، هو يقر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أصدق أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسوله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي نفس الوقت يأبى ويستكبر. والاستكبار، ما معنى الاستكبار في الشرع؟ لا، نريد أن نعرف. يرفع يده، تفضل. من يساعده؟ نعم، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق، إيش بطر الحق؟ رفض ورد الحق، وغمص الناس احتقارهم. فإذا بطر الشرع أي رفض الشرع، وغمص أي احتقار الشرع. فكل من احتقر شرع الله أو رد شرع الله وقع في الكفر الأكبر. من يذكر لنا مثالا واضحا جدا في التاريخ الإسلامي، مثال واضح جدا على كفر الإباء والاستكبار؟ تفضل. أبو جهل، أوضح من أبو جهل. مين؟ أوضح، واضح كلامكم. نعم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قد يلبس على بعض الناس في الأمثلة التي ذكرتموها ويدخل أشياء، لكن عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا، لولا الملامة أو حذار مسبة لأقررت بها عينيك. إذن هو يقر بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه إيش؟ رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل، ما نطق، وهكذا. وفي زماننا هناك والعياذ بالله من يتكبر على الدخول في الإسلام. من يذكر لنا مثالا؟ من يذكر لنا مثالا؟ تارك الصلاة على قول التكفير. لا، لا صلة لتارك الصلاة في الموضوع بالاتفاق. لا صلة لتارك الصلاة بالاتفاق. قلنا تارك الصلاة من مسائل الخلاف التي تدور بين أهل السنة، ولا يحل لواحد أن يرمي الآخر لا بالخارجية ولا بالإرجاء، وإنما يقول أصاب وأخطأ فقط، صواب وخطأ. ولن أنسى في سنة 1990، ولعل الكثير منكم لم يكن مولودا في ذاك الوقت، طلبت العلم عند أحد المشايخ الذي قدم من أحد الدول الإسلامية، وكان يقول بتارك الصلاة، بكفر تارك الصلاة. وكنت شابا صغيرا في ذلك الوقت، بداية بل ناعم الأظفار، 16 سنة. وبعد ذلك في 92 التقيت بالشيخ علي الحلبي، فأصل لي عدم كفر تارك الصلاة. الشاهد، ناقشت الأمرين وتنقلت بين القولين، وفي النهاية بقي هذا شيخي وذاك شيخي. وشيخ الأول الشيخ علي نمر هو الآن مفتي قلقيلية، مفتي عام في قلقيلية. وشيخنا الثاني علي الحلبي لا يخفى على الجميع. فبالتالي قلنا الخلاف، لا نريد أن نكرر هذه المسألة أكثر من مرة، خلاف عقول وليس خلاف قلوب، ولا يحل أن تلحقها، لا تلحق المسائل المختلف فيها في التأصيل. نحن نؤصل، فبالتالي نذكر المسائل المتفق عليها حتى تبقى دعوتك قوية. نعم، فمن يذكر لنا مثال؟ المستشرقين. نعم، وضح، بدناش مسميات، وضح، اشرح. لا، يكذبون صار كفر التكذيب. ها، صرنا يعني نصبح دقيقين في العبارات. الأخ اللي جنب المروحة، تفضل. العلمانيين برضو مسميات، بقول لك اشرح.
ما بدنا يا جماعة بدنا نشرح العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ مباني. إذا هيك راح أقفز لأنه الوقت مش راح أسمع للجميع. قلت لهم هذا الحديث في صحيح البخاري بيقول صحيح البخاري وكذبوا فيه ما بيعملوا فيه. بقول لك بكذبوا إذا وقع الأخ في نفس الخطأ، هذا كفر التكذيب ما إلنا فيه. كفر الإباء والاستكبار إخواني في الله أن تقر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بكذب. أنا أؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، وهذا نطق غير واحد من المستشرقين، قال أصدق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني لا أدخل في الإسلام، لا أدخل في الإسلام، لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا أذعن، لا أستسلم. هذا إيش ما اسمه؟ كفر الإباء والاستكبار، ما أنت بتقر. وهكذا إذن طالب العلم دقيق، وخصوصا مسائل الإيمان والكفر مسائل دقيقة، ليس العبرة أن نقطع شوطا طويلا، المهم أن نفهم. نعم. الثالث كفر الإعراض، وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. قال الله تعالى والذين كفروا عنا أنذروا معرضون. إذن هذا كفر الإعراض، كفر الإعراض يعرض بسمعه وبصره، لا يكذب ولا يصدق ولا يعادي ولا يوالي الرسول صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا في زماننا مثالا على ذلك؟ من يذكر لنا مثالا في زماننا على ذلك؟ نريد أن نفهم هذه الصور بشكل واقعي. من الصور الواقعية ما ظهر فريق من الناس في هذا الزمان يسمي نفسه بالمحايد. محايد، أنت مسلم؟ أنا لا أقول لك أني مسلم. أنت كافر؟ لا أقول أني كافر. ماذا أنت؟ فبالتالي هذا الشخص يسمي نفسه بالمحايد. وهذه الفكرة تظهر عندما يريد أن يستقطب أكبر عدد من الناس، مثلا رشح نفسه إلى دولة هنا أو هناك. ما دينك؟ والله لا تسألني. هل أنت مسلم؟ لا أقول أنا مسلم. هل أنت غير مسلم؟ لا أقول أنا غير مسلم. ماذا أنت؟ أنت معرض، أنت معرض. فإذا هذا يسمى كفر الإعراض. وفي هذا الزمان ظهر من المنتسبين إلى السنة أنه يقع في هذا الفخ، فتقول له هذه بدعة؟ لا أقول بدعة. هل هي ليست بدعة؟ لا أقول ليست بدعة. محايد، قال أريد أن أفعل ذلك حتى أستقطب أكبر عدد من الناس. ما هكذا دين الله؟ دين الله إما أن تكون مسلما وإما أن تكون كافرا. لا يقال منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، شيء آخر هذا، يعني ما تردد ألفاظ وأنت مش فاهم شو معناها. كلام المعتزلة كلام ضلال وأمر آخر. إذا مكننا الله بالتدريس التوحيد عند الفرق فسوف نشرح معنى هذه الكلمة. أما هذا معرض، هذا معرض محايد. وهكذا النوع الرابع كفر الشك، وهو أنه لا يجزم صدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره. قال الله مخبرا عن الكفار قولهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إذن هذا كفر الشك، لا يجزم بصدقه ولا بكذبه. من يذكر لنا مثالا واقعيا على كفر الشك؟ من يذكر لنا مثالا واقعيا على كفر الشك؟ أمثلة كثيرة للأسف على كفر الشك. وبعض الناس عندما رأى أن المشايخ يجعلون ضوابط للتكفير فقال أنتم لا تكفرون أحدا. لا، ذكرنا أمثلة كثيرة واقعية. كفر الشك، من يذكر لنا مثالا؟ تفضل. لا،
كفر الشك إخواني في الأبناء أصابع جديدة. إحنا بنخلي الناس يحاول مرة ومرتين ما في مشكلة، حاول لو أخطأت الشيخ يصوب عادي ما في مشكلة. أنت لا تدرس، أنت الآن تدرس، فرصة لك أن تتكلم. فكفر الشك إخواني في الله مثل ما حدث مع بعض المسلمين عندما ذهبوا إلى بلاد الكافرين، إلى بلاد الكفر، بلاد الشيوعية والإلحاد، الاتحاد السوفيتي مثلا. فعندما رجعوا من هناك فإذا به يقول أنا لا أنكر وجود الله، جميل. بعدين قال لكن لا أثبت أيضا وجود الله، أعوذ بالله، أنا لا أنكر الجنة لكن أيضا لا أثبت الجنة، ما بك؟ والله في شك. واحد آخر وليعوذ بالله، طول بالك شباب، ما يتكلم أحد سامحوني إلا أن يرفع يده لو سمحتم، لأنه المعلومات دقيقة راح تلخبطني أنا ولخبطك، موضوع دقيق، ما حدا كل شوي يرمي لي كلمة بتلخبط وانت راح تطلق وتلخبط إخوانك. طولوا بالك، مواضيع دقيقة، وما يعني سامحني صعب تلاقي مثل هيك درس، مش أنا يعني بفتخر بنفسي لكني أقول بفضل الله هذا الدرس معي منذ أكثر من 20 سنة، فبعضكم لم يكن مولودا، انتبه، فمعلومات دقيقة. كما قال أحدهم عندما صرح، لكننا لا نستعجل الحكم على المعين سوف يأتي بعد قليل، عندما قال أنا بصلي، قلنا له طيب أمر حسن جزاك الله خيرا، نسأل الله يتقبل منك. قال لكن إذا في جنة ونار ورب العالمين هاي نفعتني صلاتي، إذا ما فيش ما خسرتش إشي. والعياذ بالله، هذه كلمة قالها أحد الناس. أنت لا تتسرع تقول أنت كافر، درسنا عند الشيخ سفيان كافر كفر أكبر فأنت كفر الشك، لا، نحن عندنا رحمة، تنسوش الدرس الماضي، ها لا تنسوا. فهذا لابد أن تتمالك أعصابك ثم تبدأ تشرح له أن هذا يتنافى مع الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك. والأمر الآخر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى فيهما عبد الله مصدقا غير شاك إلا ودخل الجنة. تشرح له بصورة سهلة ميسورة خطوة خطوة حتى تأخذ بيده إلى بر الأمان. النوع الخامس، قلت لكم كان من المقرر 4 محاضرات فأصبحت 3 فأصبحت 2، لا أستطيع أن أفصل أكثر، كان بودي أن أشرح وأفصل أكثر لكن الوقت لا يسعف، اليوم هو آخر درس، إن فشلنا في إنهاء سوف نكمل بعد الظهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. النوع الخامس كفر النفاق، فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن إخواني في الله، هذا الكلام عن المنافقين، وهذا شيء مشتهر ومعروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن زعيم المنافقين؟ عبد الله بن أبي. فبالتالي هذا زعيم المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إحنا كفار زيكم والعياذ بالله، لكن أمام المؤمنين نؤمن. وفي هذا الزمان إخواني في الله النفاق يظهر، متى يظهر النفاق؟ من يعرف يرفع يده؟ أبو محمد. عندما يكون الإسلام شوكة. نعم، متى كان هناك شوكة وقوة ظهر النفاق. متى زالت الشوكة والقوة؟ فعندها يجاهر
بالكفر والعياذ بالله.